مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. اكيد متواصلين من خلال فقراتنا وموضوعاتنا لهذا اليوم، ولكن هذه المساحه قد تكون مساحه مختلفه قليلا، ممزوجه بشويه من العاطفه. يمكن ناس حتبكي وناس حتحزن وناس اكيد حتتمنى انه الزميل العزيز ابي كنا في ممكن نقول اللي هو مغادرته للسودان ومغادرته تحديدا للسودانيه 24 يكون ان شاء الله يا رب بخير وسلامه وعافيه. يمكن واحده من الحاجات اللي بتميز شاشه السودانيه 24 اللي هو بيئه العمل، هي بيئة مترابطة بشكل واضح وكبير جدا. يمكن كل الزملاء بيعتبروا نفسهم أخوان داخل هذه البيئة اللي أصبحت بيتنا الثاني، ولكن طبيعة الحال وسنة الحياة أنه أكيد حيجي يوم حنودع فيه واحد من الزملاء. هذا اليوم أكيد حنودع سويا الزميل العزيز واللطيف وبيكوننا. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك ألا، ومساء الخير على كل مشاهدين قناة السودانية 24. اول حاجه طبعا المكان ده واحساس الضيف ده اول مره يعني، فاحساس اول حاجه قال يا جماعه وين الايربيس وما مركب سماعه وما سامع قاعد يقول شنو في الكنترول، فالموضوع شويه كده غريب زي خصوصا مخطوط تحت الضغط كده بالضبط كده، مع الاحساس بتاع انه اصلا انت مغادر وفرح وحماس لمحطه جديده، ولكن في نفس الوقت حزن شويه على فراق الاحبه والزملاء وكل الاهل. لكن انا سعيد زي ما بيقولوا الضيوف يعني سعيد بالاستضافه مبدئيا كده. تستاهل. طيب احساسك شنو انه انت حتغادر واحده من القنوات اللي كنت منتمي لها في يوم من الايام؟ والله سودانيه 24 طبعا البيت يعني زول حاسس انه في بيته، وانا اشتغلت في القناه زي ما انت ذكرتي بيئه كلنا اخوان واساتذه وزملاء، انت بتتعلم من اي زول في كل القناه، وبالنسبه لي اي مغادره بالنسبه لاي انسان طبيعي هي خساره. لكن يعني انا بتمنى انه تكون ان شاء الله الزول ترك سيرة طيبة مع الزملاء، وإن شاء الله الزول يكون يستفيد من الاحتكاك اللي كان مع زملاء كبار في القناة، وكل الناس بتقدم لك نصائح في كل المجالات، فدي حاجة بالنسبة لي كويسة. يعني أنا ممتن جدا للتجربة دي لكل الأسرة بتاعة السودانية 24 ما عدا الناس اللي خدت الجدول اللي تعرفهم يعني يمكن واحدة من مشكلات أي مذيعين اللي هو الناس قاعدين يخطوا الجدول، في ناس كده لما يضربوا لك بتكون عارفهم يعني أي دارين شنو، لكن حتشتاق لهم طبعا بالضبط كده. طيب وين الوجهة يا أبي؟ ماشي وين؟ أنا مغادر السودان إلى إن شاء الله شبه القارة الهندية هي أو دولة الهند، فإن شاء الله يعني للعمل بالمهنة الأساسية أو المجال الأساسي اللي أنا شغال فيه اللي هو مجال الدبلوماسية، فإن شاء الله حكون في سفارة السودان في ما شاء الله دلهي، تجربة مختلفة ومكان مختلف، وإن شاء الله يعني بدعوات الزملاء وبالأمنيات الطيبة دي والوداع الجميل ده ربنا يكتب لنا التوفيق فيها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب بإذن الله. يمكن اللي هو المجال الإعلامي والمجال الدبلوماسي فيه ممكن أقول اللي هو ترابط أو ممكن أقول حاجات مشتركة، لكن برضو في حاجات مختلفة تمام. صحيح. فأنت جاهز؟ والله يا أخي إن شاء الله. طبعا هو المجال زي ما ذكرتي أنت مختلفين المجالين، لكن يعني في نهاية كإعلامي بتمثل المجتمع، بتمثل درجة من المهنية مطلوبة، وبرضه لما تكون شغال في مجال الدبلوماسية أنت بتمثل حكومة دولة، بتمثل السودان، مطلوبة منك درجة عالية من المهنية بما يليق بالبلد وبطموحات الشعب، وأنت تخدم المواطنين السودانيين وتمثل دولتك في أي مكان بالقدر المطلوب يعني، فبرضه دي درجة عالية من المهنية. صحيح. يعني إن شاء الله ربنا يقدرنا عليها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طب اللي هو الدبلوماسية إذا كانت كمهنة دي حاجة مختلفة، ولكن دبلوماسيتك مع الزملاء كيف كانت؟ والله يا أخي أنا ما أعرف هم قالوا أنا كنت دبلوماسي معهم. أنا بسأل. الدبلوماسية هي طبعاً يعني إحنا أنا عندي قناعة إنه إحنا كشعب سوداني أصلاً بنتربى بالفطرة فينا الدبلوماسية دي. انه مجتمعنا فيه سمات اجتماعيه كثيره وثقافه اجتماعيه عاليه، فيها ترابط فيها تكاتف، فاي زول فينا بيكون عنده قدر يعني جيد من الذكاء الاجتماعي ومن القدره على التواصل مع الناس ومن القدره على انه يدير حاجاته بدبلوماسيه. لكن الا ناس انا ما اقدر اقول الاداره كلها، لكن الا ناس في ناس كده انت عارفاهم الجماعه الطيبين دي ما قدرنا ندير معاهم الامور بدبلوماسيه، فبتضطر انك تحسمهم مرات كده، لكن هم طبعا في النهايه برضه ده شغلهم ودي اجواء لطيفه، لو ما الاجواء لطيفه دي ما بيقدر صحيح يعني بالروتين العادي يقدر انه يواصل الشغل. صحيح. يمكن واحده من الحاجات اللي انت ذكرتها الان اللي هو تعاملك مع الزملاء، ولكن برضه في ممكن نقول اللي هو الشاشه، انت قاعد تظهر بصوره مشرفه ومبهجه لكل الناس اللي قاعدين يشاهدونا، دايرين نعرف اللي هو شخصيه دبي برا الشاشه وفي الشاشه يعني. والله يمكن انا يعني لطبيعه ارتباطي بالشغل بتاع الاخبار والبرامج السياسيه في القناه وفي تجربتي كلها عموما، يعني بشتغل منوعات لكن ما كثير، فيمكن دي بتطلب منك
قدر من المهنيه والجديه لحساسيه الامور اللي انت بتتناولها والايقاع بتاعها ذاته مختلف يعني. فدايما بيشوفوا الناس مذيع الاخبار ده انه زول جادي واكبر من عمره وكذا وكذا، لكن برا القصه دي يعني انا ما اقدر اسمي اسماء، لكن في ناس برضه شغالين في مجال الاخبار ده لو شفتوهم انا نفسي انه يقعد في الكرسي ده. الزميل العزيز اللي هو ياسين. اي ياسين وكل الناس اللي في الاخبار وفي الحاجات يعني. سالم راشد قد يبدو للناس هم ناس صعبين شويه لطبيعه وايقاع البرامج اللي بيتناولوها، وانا واحد منهم، لكن احنا برا ممكن نقول ناس ممكن نقول ناس لطيفين يعني. بعد كده انا ما اعرف الناس تحكم يعني، بس المشاهد لانه ما بشوف الناس في شخصياتهم مختلفه. طبعا يمكن برضه اللي هو كثره الاعمال يا ابي بتخليك تتعرف على ناس جدد، بتخليك تكتسب مهارات، بتخليك اكيد تطور من امكانياتك الشخصيه. شنو الحاجه اللي انت لقيتها في بيئه سودانيه 24 واكتسبتها من خلال اكيد العمل فيها؟ والله التعلم من خلال المسؤولية دي حاجة يعني انت بتكوني عارفة كلام ده كويس، انه انت بتتخطى في الموقف المذيع ده هو بيحمل مجهود كل الناس الموجودين حوالينه. صح. من الاستقبال في القناة لحد مجلس الإدارة ومرورا بالفريق العامل معك كله يعني، فديل كلهم بيجوا من بيوتهم عشان يشتغلوا عشان انت تظهر الحاجة دي طبعاً. كمسؤولية عليك انت. صحيح. فما في اكبر مسؤوليه من كده، لكن بتتعلم انت من خلال المسؤوليه، بتكون قادر على تحمل المسؤوليه. النصح والتجارب والحاجات اللي ممكن تلقاها من الزملاء ما في حدود كبيره بين الناس في مجال الاعلام، لانه بيحتاج ل يعني كرياتيفيتي او ابداع. صحيح. فانت بالنهايه كل الناس بالنسبه لك متاحين لانك انت تسال ويعلق ويوريك وتوريه شغله وحياته. دي كلها حاجات مع مرور الزمن انت ما بتقدر النعمه دي، لكن مع مرور الزمن اذا فارقت المكان او اذا طلعت وانتقلت لمكان ثاني قد تقدر قيمه الحياه. صحيح. اللي كنت حاسها هنا. صحيح. فدي حاجه من الحاجات المميزه جدا السودانيه 24. طيب يمكن واحده من الحاجات اللي بتكون صعبه على اي زول انه هو ينتقل من الشاشه لمكتب، يكون اللي هو الشغل بتاعه روتيني او ممكن يكون بشكل او ضوابط معينه، عندك امكانيه او مثلا ممكن نقول اللي هو فكره انك ترجع للشاشه مره ثانيه او يكون عندك مثلا ظهور؟ والله انتوا خلاص ما دايرين نرجع ولا شنو؟ بالعكس يعني انا بس اشوط عشان يكون عندنا امل. لا لا اكيد انا سودانيه 24 على وجه الخصوص بيتي يعني، في اي حاجه حتى لو ما جيت اشتغلت مذيع من اي مكان حكون حريص على انه تستمر القناه، واكيد واثق في قدره الزملاء والاداره انه القناه تستمر بنفس الابداع بتاعه وقدرته على مكانتها في المجتمع السوداني. لكن الاعلام يمكن شويه البعد من الشاشه يعني في لياقه بتاعت شاشه انت بتفقدها، لكن الملكات الاساسيه بتكون موجوده، وانا ناوي ان شاء الله على اساس انه الزول يقدر يدرس يطلع على المجال اكثر، ياهل نفسه من الناحيه النظريه، تبقى دراسه وممارسه للمهنه، وان شاء الله نقول لنا عوده سواء كان في اجازات سواء كان في اي مكان في العالم. الاعلام الان اصبح يعني الزول ممكن يشتغل من اي حته طبعا، فان شاء الله يعني تكون الحاجه دي متاحه لنا، وان شاء الله يعني اكيد الطبيعه لا يعني ما بتتحمل الفراغ، حيجوا زملاء وحيسدوا مكان الناس اللي بتمشي، لكن ان شاء الله لما نجي نلقى فرقه يعني اتليست. اكيد طبعا، لكن برضه المشاهد بيستنى انه يشوف ابي مره ثانيه ان شاء الله. والله اكيد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وانتاج في اي مكان او اي حاجه ان شاء الله يعني الناس تكون قادره انها تقدم حاجه اي وقت يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ما ننسى القصه يعني. لا طبعا اكيد. طيب يمكن اللي هو من خلال السنوات اللي انت اشتغلتها في سودانيه 24 حصلت لك ممكن نقول اللي هو مواقف اذا انت بتتذكرها من اول ظهور لك في الشاشه وحتى الان؟ والله المواقف كثيره جدا جدا جدا، لكن يعني اجمل ما في القصه اللي بتكون الكواليس اللي هي في انت بتسمع الكنترول والزملاء والتفاصيل الكثيره اللي بتكون في الكنترول، والزملاء اللي بيجوا بيشغلوك وانت في الكنترول من خلال الكنترول يعني انت بتسمع وانت في نفس الوقت في الشاشه جاد يعني. برامجنا زي ما قلت البرامج السياسيه دي ممكن تكون شويه كده بتحتاج لانك انت تكون جاد يعني. صحيح. فالجو المرح ده كله بيكون في 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 اذانك، لكن انت في نفس الوقت طالب بانك انت تكون جاد يعني في صحيح. نفس الوقت، فدي كلها تفاصيل كثيره انا ما حقدر احكي طبعا الكلام ده على الشاشه، لكن الناس اللطيفين عارفين نفسهم والمواقف كثيره يعني. ان شاء الله ربنا يديم المحبه من الناس ان شاء الله يا رب باذن الله. اذا عندك رساله معينه لكل الزملاء او لكل الناس اللي انت اكيد عاشرتهم من خلال العمل ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك ان شاء الله ان شاء الله. كل الزملاء والله طبعا الله يوفقنا ويريني فيك بس صعب عليك خليك قاعد حبيبي يا بالسلامه ان شاء الله حبيبي ان شاء الله الله يخليك شكرا لك ان شاء الله ان شاء الله. ده نموذج من الزملاء اللطيفين انا
بشكرهم واحد واحد استاذ جاسم. استاذ جاسم دي فقره بدايه اي اعداد يعني. راح اقدر اقول انه المايكات طبعا الله يخليك. شكرا شكرا لكم. الله يخليكم يا اخي. شكرا. ما تبكي يا ياسين. ما انت مذيع اخبار وجازي وكذا كاريزما مشت وين؟ ايمن والزملاء كلهم في 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 الحلقه. انا ما اقدر اتكلم عن الحلقه دي تحديدا لكن كل قناه سودانيه 24 بدءا بمجلس الاداره واستاذ منتصر النور واستاذ لؤي واستاذ خليفه ومصعب ويوسف وايمن والزملاء المذيعين والانتاج ومدراء الانتاج كلهم وناس الجرافيك وناس المونتاج وناس السوشيال ميديا كل الناس دي انا كلهم. ايمن كمون شخصيا نازل. ايوه باي احنا ودعناك باغلى ما عندنا. شكرا شكرا. اللهم امين ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. شكرا. ذكرت اسمك. اللهم امين. انا تخيلتك يا ايمن حتجيب لنا تورته حتجيب حاجه. جاي فاضي؟ الناس ماشيه تسافر تبدا سفر. انت لسه يا جماعه في مقلب ولا شو؟ في ناس بيطلعوا من اي حته. الله يطول. الله يخليك. فكل الزملاء اللي انا اشتغلت معاهم ديل وكل الاتيام اللي انا اشتغلت معاها انا ممتن لها جدا والله لاي زول تعلمت منه حاجه واي زول قدم لي خدمه واي زول اشتغلت معاه بروح جميله وان شاء الله نفارقهم على على روح جميله يعني ان شاء الله. وبرضه بشكر يعني في النهايه اي مجهود او اي حاجه بتظهر بيكون خلفك ناس دافعين في حياتك سواء اصدقائك سواء كان الاسره العزيزه كمان المدام انا بوجه لها تحيه من هنا من على البعد. فكل الناس الداعمين لي في حياتي يعني هم كلمه السر وراء انه الزول بيكون ماشي وبنجح عشانهم اكيد يعني. فان شاء الله يعني اكون دائما مصدر انبساط وفخر للزملاء سواء كان على المستوى الشخصي العلاقات الشخصيه او كان في المستوى. ويمكن زي زي ما كانت اللي هو فقرتنا السابقه في اللي هو اساسيات التغيير والتغيير هو سنه الحياه. يمكن انت لما انتقلت من مرحله لمرحله ما حتقدر تغير حاجه كبيرة في حياتك عشان تقدر تصلح أكيد الحاجات اللي حوالينا في المجتمع. إحنا بكل تأكيد كأسرة سودانية 24 شاكرين لك جزيلا يا أبي. يمكن الزمالة حاجة ما سهلة. يمكن مرينا بمواقف كثيرة جدا إذا كانت اللي هو خلف الكواليس أو أمام شاشة سودانية 24. ويمكن بصوت واحد أنا متأكدة إنه كل الزملاء بيتمنوا لك إن شاء الله يا رب كل التوفيق والنجاح في مرحلتك القادمة أو محطتك إن شاء الله. إن شاء الله والله. وأنا مهما مشيت أي مكان بس في قلبي يعني إن شاء الله كل الزملاء في الإعلام في السودان وكل أهل السودان والأحباب يعني. شكرا لك. يديك العافية. الله يخليك. إذا مشاهدينا الكرام بكذا نكون ودعنا الزميل العزيز اللطيف أبي. كنا بنتمنى له إن شاء الله يا رب حياة عملية سعيدة. إن شاء الله يا رب موفق في كل محطة هو بيخطوها في كل خطوة أكيد هو بيخطوها. يمكن زي ما قلنا إنه التغيير هو سنة الحياة وإذا ما كان في تغيير من الحاجة اللي هو اللي إحنا قاعدين فيها لحاجة أفضل ما حيحصل تغيير إن شاء الله في المجتمع. أكيد تحياتنا لكل الشباب خلف الكواليس على مجهوداتهم وأستاذ أحمد تحديدا تحياتنا لك أكيد على كل مجهوداتك معانا. أكيد يمكن تكتر زوجة قاعد تتعذب لكن تقول شنو بس عافية لنا. شكرا لك. إذا شكرا لكل المشاهدين. إلى اللقاء. بلدنا جمرة بلدنا نيل بلدنا غابات النخيل بلدنا جمرة بلدنا نيل وبلدنا عيد ثابت من جبال وبلدنا جيد حاط للضيوف الباتو ضيعت خرز في بلدنا زي الجمرة ضيعها ما خرز بلدنا زي الجمرة ضيعها ما خرز لعن عليه ويزه وقول الغلاب الصابرين وقول الغلاب الكاتبين ورجع زاين من بعيد مددو بلدنا غابات من نخيل بلدنا جمرة بلدنا نيل وبلدنا عيد ثابت من جبال وبلدنا جيد حاط للضيوف الباتو بياعة